معنى آية بينهما برزخ لا يبغيان. تحدى الله تعالى بالقرآن الكريم العرب بل والعالمين من إنس وجن، فلم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن العظيم، لأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد اشتمل على العديد من الإعجازات العلمية، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ويكثر البحث عن معنى آية بينهما برزخ لا يبغيان وما تتضمنه من إعجاز علمي. قال الله تعالى في سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وثبت عن أهل العلم في معنى آية بينهما برزخ لا يبغيان أن المقصود بالبحرين أي الأنهار التي تمتاز بعذوبة مياهها والبحار ذات المياه المالحة. وقد استدل القائلون بهذا التفسير بقوله تعالى الوارد في سورة فاطر: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. قال الإمام عبد الله بن عباس عن معنى قوله مرج البحرين أي أرسلهما وجعلهما يلتقيان، بينما قال ابن زيد أن الله تعالى منع البحرين من الالتقاء بما جعل بينهما من البرزخ الذي يحجز ويفصل بينهما، فلا يبغيان أي لا يستطيعان الالتقاء، والبحران هما العذب والمالح. وتتمثل الحكمة من جعل البرزخ في الفصل بين البحرين فلا يختلطان فيفسد كل منهما الآخر. قال الإمام السعدي رحمه الله أن البحرين هما البحر العذب والبحر المالح، فهما يلتقيان ويصب العذب في المالح ويمتزجان، لذلك جعل الله بينهما البرزخ من الأرض حتى لا يبغي أحدهما على الآخر، وبالتالي تحصل الفائدة من كلا البحرين، فيشرب من العذب وتشرب الأشجار والزروع، أما البحر المالح فهو لتطييب الهواء وعيش الحيتان والأسماك ومقر اللؤلؤ والمرجان ومستقر السفن والمراكب. والله تعالى أعلى وأعلم.